حياكم الله مشاهدينا ومتابعينا على شاشة قناة الفجيران، رحب فيكم في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي 7 على 7، وننطلق معاكم في بداية الأسبوع إن شاء الله ومع طاقة إن شاء الله متجددة ومواضيع شيقة. أمسي بالخير عليكم وعلى زميلتي مروة، حياك الله يا مروة. حياك الله علي، ويسعد مساك ويسعد مساكم مشاهدينا وين ما كنتوا تتابعونا اليوم عبر قناة الفجيرة برنامج 7 على 7، بداية أسبوع وكلنا طاقة وحيوية، وأكيد عندنا أخبار وايدة في يوم الخميس والجمعة، أكيد استوت أخبار وايدة. ولكن قبل لا نبدأ أخبارنا لليوم بسأل علي، شو سويت في هالويكند يا علي؟ هالويكند والله كنت ويا الأهل طبعاً، ما أنا عادة الويكند ترى ما أطلع. نعم. تيجي قاعد ويا الأهل في البيت، وخاصة يوم الجمعة، نحن يوم التجمع عندنا اللي يعني طبعاً نحن وخواتي وعيالي الله يحفظهم، فتصير لما يعني في البيت الله يسعدنا ويسعد الجميع. آمين. وما في أجمل من العائلة إن الواحد يتجمع مع عائلته، خاصة في الإجازات. بالضبط. الحين كيف استعداداتك لبداية الأسبوع؟ الحين في ناس طبعاً شو الناس شقين، الشق نعم. بداية الأسبوع بعد نعسان من رقاد الويكند، والشق الآخر لا متحمس ما شاء الله. أنت من أي نوع؟ أنا أحس متحمسة وايد، لكن اليوم شوي نعسانة، فيني ركاد وبرد أنا معقوم صح صح. إن شاء الله. شو عندنا أخبار؟ عندنا طبعاً أخبار كثيرة ومتنوعة، وبنبدأ أكيد من العاصمة أبوظبي، حيث اختتمت حكومة أبوظبي ممثلة ب18 جهة وشركة حكومية مشاركتها المتميزة في المؤتمر الدولي لمستخدمي إزري 2019 الذي استضافته مدينة سان دييغو بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث استعرضت الجهات المشاركة عددا من المشاريع وأيضا التطبيقات الخاصة بنظم المعلومات الجغرافية. صحيح يا علي، وأيضا ضمنت فعاليات المؤتمر استعراض تجربة إمارة أبوظبي الرائدة في مجال نظم المعلومات الجغرافية، حيث حظي جناح حكومة أبوظبي بإقبال كثيف من الزوار والمشاركين في المؤتمر، اللي اطلعوا على مختلف إنجازات الإمارة في مجال البيانات الجيومكانية بما يدعم أجندة التحول الرقمي في الإمارة، كما اطلع الزوار على منظومة خدمات أبوظبي الحكومية تم، واللي شكلت مثالا واقعيا في المؤتمر حول تكامل نظم المعلومات الجغرافية مع مجال الخدمات الحكومية وتعزيز تجربة المتعاملين. نعم يا مروة، وأيضا عرضت هيئة أبوظبي الرقمية تجربتها في دعم الأولمبيات الخاص للألعاب العالمية 2019، والتي تمثلت بتقديم أفضل تقنيات الرقمية التي تدعم الحدث، وشملت تنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين للمساهمة في تنفيذ تطبيقات رقمية وأيضا تطوير البوابة الجيومكانية. كما شهد جناح حكومة أبوظبي مشاركة واسعة من قبل الجهات الحكومية المشاركة، حيث قامت دائرة النقل باستعراض مبادرة تطوير شاشة مراقبة أداء ثلاثية الأبعاد، والتي تعتبر الأولى من نوعها من حيث ربط بيانات الإدارات المختلفة بقطاع النقل، وأيضا توفير المعلومات اللازمة لدعم منظومة اتخاذ القرار. واستعرضت هيئة أبوظبي للسلامة والرقابة الغذائية مبادرة تطوير المشروع التجريبي لدعم أعمال المراقبة والتفتيش للمزارع والعزب، واللي تم من خلالها استخدام ودمج العديد من التقنيات المتقدمة في مجال تحليل الصور الجوية والفضائية، الطائرات من دون طيار، والذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة أيضا كما طرحت بقية الجهات الحكومية المشاركة العديد من التطبيقات الرقمية المتطورة في مجال نظم المعلومات الجغرافية، والتي من شأنها تعزيز كفاءة العمل الحكومي ودعم منظومة اتخاذ القرار المبني على بيانات دقيقة ومحدثة. كما حرص وفد حكومة أبوظبي على التواصل الفعال مع الخبراء والوفود من كافة دول العالم من أجل تبادل الخبرات. طبعا هذا موضوعنا فعلا من بداية طبعا برنامجنا، ومن طبعا العاصمة أبوظبي، والحين بنسير لعناوين أخبارنا اليوم. شو عندنا مع بعض؟ تفضل. تسألين ولا أسألك؟ تفضل. وايد تسأليني يا مروة. صح. عموما بنروح لبرنامج ابن الدار في مركز جامع الشيخ زايد الكبير. مشروع اختار ولك الخيار لجمع أزياء المدرسية القديمة وإعادة تدويرها أيضا. وأيضا بلدية مدينة أبوظبي تنجز معاملات من خلال نظام مابس سمارت هاب، وأيضا دورة الإعلامي الشامل. امتيازات جديدة للمواطنين ضمن أبشر. والأمان أو الأمن السبراني إن شاء الله راح يكون هذا موضوعنا خلال حلقتنا، وبنسير أكيد لأول تقرير معانا ومنصة التشجيع الرياضي. طبعا هي جلسة حوارية موسعة بمشاركة ممثلي أندية دبي والإعلاميين والمؤثرين وروابط الجماهير لترسيخ ثقافة التفاعل الإيجابي في ملاعبنا، تحت تنظيم مجلس دبي الرياضي بالتعاون
مع أيضا شرطة دبي. نشوف معاكم هذا التقرير. اليوم كان هذا الاجتماع صراحة اجتماع جيد بوجود مجلس دبي الرياضي والاتحاد بالإضافة للأندية ورابطة المشجعين وشرطة دبي. الهدف من هذا الاجتماع هو الخلافات الموجودة من خلال التواصل الاجتماعي وأيضا فقدان الملاعب من الجمهور، والحمد لله من خلال الاجتماع هذا سيتم إن شاء الله وجود آلية معينة من خلالها نقدر نتواصل بين الجمهور وبين النوادي ونوجد حل ومشكلة أو حل لمشكلة الخلافات من خلال التواصل الاجتماعي، ونحاول أيضا أن نجذب الجمهور لتواجدهم في الملاعب إن شاء الله في الأيام القادمة. طبعا ما في شك اليوم وجود جميع الأطراف سواء مجلس دبي الرياضي، شرطة دبي، اتحاد كرة القدم، لجنة الدوري، رابطة الدوري المحترفين، الأندية، المؤسسات الإعلامية، المؤثرين الرياضيين، مؤثرين التواصل الاجتماعي، كل هاي الجهات طبعا وجودهم اليوم هذا أكيد ما في شك بيأثر على التوعية بدرجة كبيرة لحضور الجماهير في الأندية، وطبعا والسبب في ذلك لأن الجمهور هو رقم واحد بالنسبة للتشجيع وبالنسبة لوجودهم في المباريات المختلفة. بالنسبة للموسم الرياضي الحالي نحن من ناحية إعلامية ومن ناحية الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات نأكد على أهمية الدور الإيجابي للمشجعين بالنسبة لتناقل المعلومات من خلال قنوات التواصل الاجتماعي. القنوات التواصل الاجتماعي لها دور كبير في سرعة نقل المعلومة، سواء المعلومة هذه كانت مكتوبة أو صورة أو حتى فيديو. نشجع المشجعين أو حتى الكوادر في الأندية أنهم يكونون حريصين على نقل المعلومة الصحيحة وبما يحدث بصورة صحيحة في النوادي. من ناحية ثانية نأكد على الجمهور عملية التداول الصحيح للمعلومات والتأكد من مصدر المعلومات اللي يتم تداولها وإعادة إرسالها، فأي معلومة مهم جدا أن يتم أخذها من المصدر الصحيح والمصدر الرسمي لها من نوادي الإمارات أو حتى من الجهات المعنية الرياضية في دولة الإمارات. حياكم الله من جديد مشاهدينا في برنامج 7x7 مكملين وياكم لين الساعة 8:30 بإذن الله. الحين بروح لبرنامج ابن الدار في مركز جامع الشيخ زايد الكبير لتدريب وتأهيل الكوادر الإماراتية في مجال تقديم الجولات الثقافية. طبعا بنتعرف أكثر عن هذا الموضوع معانا طبعا عبر الهاتف مباشرة الأستاذة هاجر عبد الله آل علي، أخصائي جولات ثقافية أول في جامع الشيخ زايد الكبير. حياك الله أستاذة هاجر. حياكم يا رب، يا مرحبا. حياك الله يرحبك على فضله. بداية أود أن أتعرف معك ومع المشاهدين عن برنامج ابن الدار في مركز جامع الشيخ زايد الكبير. طبعا برنامج ابن الدار هو برنامج تدريبي يهدف إلى إعداد الكوادر الوطنية المؤهلة خاصة في مجال الجولات الثقافية. طبعا في هذا العام بلغ عدد المنتسبين تقريبا 31 منتسب في هذا العام. ما شاء الله. أستاذة هاجر خبرينا عن مدى تحقيق مركز جامع الشيخ زايد الكبير لرؤية المغفور للشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه من خلال البرامج الثقافية. طبعا يحرص مركز جامع الشيخ زايد الكبير على مواكبة خطة إمارة أبوظبي اللي هي 2030، طبعا ومن ضمنها تطوير المواقع والصروح الدينية كوجهات ثقافية سياحية، ومن خلال طبعا هذه النقاط
استثمار الموارد البشرية الوطنية متمثلة في أخصائي الجولات الثقافية. طبعا من خلال أخصائي الجولات الثقافية اللي مثلون واجهة الدولة، طبعا توظيف إمكانيات الأخصائيين لإبراز الإرث الإماراتي والثقافي الخالد لدولة الإمارات العربية المتحدة، طبعا بالإضافة إلى قيم المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان النهيان طيب الله ثراه، والتركيز على إسهاماته الإنسانية الداعية للتسامح والتعايش. نعم. ايضا ما انت يعني فتحتي هذا الموضوع، كيف تقومون بتاهيل وتوفير فرص لتدريب وتشجيع المواطنين في مجال الجولات الثقافيه؟ طبعا نحن نتكلم الحين عن برنامج ابن الدار. هذا البرنامج لما يتم تدريبهم وتاهيلهم خلال ورش تعليميه، نعطيهم بحوث علمية أيضا، تدريب ميداني، هذا كله يهدف إلى تعزيز مهارات المتدرب وتأهيله للوصول إلى أعلى مستويات الأداء في مجال الجولات الثقافية. كيف تعززون مهارات المتدربين للوصول إلى أفضل مستوى في الأداء اللي ذكرتيها الحين أستاذة هاجر؟ طبعا نحن دائما نطمح أن المتدرب يصل إلى نهاية البرنامج التدريبي. الجدير بالذكر أن البرنامج تقريبا مدته 5 أسابيع. طبعا بنهاية البرنامج راح يتوظف هذا الأخصائي ليكون عامل في جامع الشيخ زايد الكبير كأخصائي جولات ثقافية موظف بنظام العمل الجزئي. طبعا يعني كيف نحن نخليه يصل إلى أفضل مستوى أداء؟ نتدرج في مراحل معينة. يركز البرنامج على 4 عناصر وأربع مراحل تدريبية، منها الورش العمل والأنشطة التدريبية. راح أذكر مثالين من الورش اللي نحن نقدمها خلال التدريب اللي هي معايير أداء الجولات الثقافية. طبعا هذه المعايير هي معايير عالمية يتم تعريف المتدرب عليها بأهم معايير أداء الجولات. نعم. طبعا هذه المعايير توافق رسالة وأهداف مركز جامع الشيخ زايد الكبير. نعم. والورشة الأخرى هي ورشة عمل التواصل الفعال، يتعلمون على سبيل المثال مهارات العرض والإلقاء. والمحور الآخر اللي هو التعلم والتوجه الذاتي. والمحور الرابع أو الثالث عفوا من محاور التدريب اللي هو التطبيق العملي. لما أنا أتكلم عن التطبيق العملي هي أساسا الجولات الثقافية التدريبية، نبدأ ننزل الميدان، يبدون المتدربين يسوون جولات ثقافية ونحن نقيمهم ونعطيهم تغذية راجعة، حسن الأداء، ركز على النقطة الفلانية. فبالتالي نركز وايد بشكل جدا كبير على التطبيق العملي جداً. ونركز على الزيارات الميدانية كذلك. جميل جدا، شكرا لك للأستاذة هاجر عبد الله آل علي أخصائي جولات ثقافية في مركز جامع الشيخ زايد الكبير، شكرا جزيلا لك. شكرا لكم. شكرا. مشاهدينا الكرام، سننتقل إلى ختام فعاليات مخيم براعم الطيران تحت تنظيم الهيئة العامة للطيران المدني في دورته 5. أقيم في أكاديمية الشارجة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك بإمارة الشارجة خلال من 7 يوليو إلى 18 يوليو ومشاركة ما يقارب 400 طالب وطالبة. خلونا نشوف هذا التقرير ويا بعض. اليوم أنهينا برنامج براعم الطيران في النسخة 5. الحمد لله كان تفاعل الطلبة وأولياء الأمور معانا جدا ممتاز. الهدف من برنامج براعم الطيران اللي متبنيته الهيئة العامة للطيران المدني هو تعريف الطلبة اللي على مقتبل التخرج من الثانوية العامة بالوظائف المتاحة في قطاع الطيران المدني. طبعا أنا أحب أشكر جميع الشركاء الاستراتيجيين اللي شاركونا في براعم الطيران على مدى 2 أسبوع. تخللت عدد ورش حوالي أكثر عن 20 ورشة قدمنا، وأكثر عن حوالي 8 زيارات لأماكن مختلفة في الدولة مثل مطار الشارجة وكلية الطيران وجناح الجو. وكان تفاعل الطلبة صراحة معانا وايد ممتاز وحبوا الفكرة نفسها. نحاول إن شاء الله في النسخ الجاية أن نطور من المخيم هذا. طبعا المخيم هذا الهدف الأساسي منه أن كيف نعرف الطلبة في الثانوية العامة عن الفرص المتاحة في قطاع الطيران المدني. هالبرنامج مو بس عشان نتعلم عن الطيران، هالبرنامج عشان نحول الحلم أو الخيال إلى واقع. إن شاء الله أني أستخدم هالمعلومات اللي تعلمتها في هالبرنامج عشان باكر أكون طيارة إماراتية، وفي نفس الوقت إن شاء الله أكون عالمة فيزياء. وعندي مقولة بقولها، مقولتي الشخصية، الإنسان حتى لو ما عنده أجنحة يقدر يصنعها.
والدليل أو الإثبات على أرض الواقع الطيار. الأسبوع هذا من يوم 14 ل 18 سبعة كان مخيم براعم الطيران بتنظيم الهيئة العامة للطيران المدني. مخيم براعم الطيران بشكل بسيط وبشكل عام للتعريف عن ما هو الطيران، أعرفك شو هو الطيران، شو هو مجالات الطيران بشكل عام. يعني أنا كطالب كمحب للطيران كشغوف في مجال الطيران، حلمي وهدفي أني أكون طيار. عندي معلومات سابقة، ولكن اللي حصلته من المخيم هذا حصلت تعمقت في تفاصيل أكثر. خلينا نحكي، أعرف أنه هو مهندس طيار، أعرف أنه يعمل هيك هيك هيك، ولكن في المخيم هذا عرفنا أكثر عن وظيفة مهندس طيران وعن المراقب الجوي، وكان في زيارات ميدانية لإدارة الجناح الجوي في الشارقة، كلية تدريب كلية طيران إمارات تدريب الطيارين، واستفدنا من خبرات، لقينا مهندسين، لقينا طيارين، عرفونا كيف نمشي، كيف نحقق أهدافنا وحلمنا، كيف نرسم، خلينا نحكي مخطط طريق اللي حنمشي له إن شاء الله لتحقيق الحلم. حياكم الله من جديد. اختتم مركز الرؤية للتدريب والاستشارات الإعلامية في إمارة عجمان أو مدينة عجمان الإعلامية الحرة أهم دوراته لعام 2019 تحت عنوان دورة الإعلامي الشامل. تعتبر هذه الدورة مشاهدين الأولى من نوعها، وأيضا تلقى المشاركون العديد من التدريبات لتؤهلهم لممارسة العمل الإعلامي. وللحديث أكثر مع ضيفتنا في الاستديو الأستاذة مريم الشمسي، مدير مركز الرؤية للتدريب والاستشارات الإعلامية في شبكة رؤية الإمارات الإعلامية. أهلا ومرحب فيك. الله يحييك، نورتينا. يسعد مساك. خبرينا عن مركز الرؤية للتدريب والاستشارات أكثر. مركز الرؤية للتدريب والاستشارات الإعلامية هو مركز تابع لشبكة رؤية الإمارات شبكة رؤية الإمارات الإعلامية برئاسة فخرية من صاحب سمو الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي. نعم. ونود أن نتحدث أكثر عن متى بدأ هذا المركز، وأيضا التيم الموجود معاكم، وما هي طبعا أدواركم التي تقومون بها. بدأ المركز تقريبا صار لأربع سنوات من انطلاق المركز تحت شبكة رؤية الإمارات. نعم. الحمد لله تقريبا عندنا عدد الموظفين 12 موظف يشتغل في المركز والشبكة نفسها. حكينا عن دورة الإعلامي الشامل اللي سويتوها. دورة الإعلامي الشامل هي تعتبر الدورة الأولى من نوعها على مستوى الدولة، كونها أنها حضرت أو جابت خمس مدربين في خمس مجالات للإعلام. أساساً بس المتدرب من يحضر يظهر يعرف يمارس الإعلام بشكل صح. نعم. أو الأساسيات اللي يتطرقها كشخص حاب يبدأ في الإعلام. نعم. وأيضا كيف كان تفاعل الجمهور معاكم، كيف تعاطى المدربين معاهم؟ الحمد لله كان التفاعل جدا جميل، حتى إن شاء الله راح نعيد الدورة شهر 11. المتدربين ما شاء الله التقييم كان عندنا فوق 95، راح استوى تقييم نهاية الدورة كانت بنسبة 95. شو هي المحاور اللي تم طرحها في هذه الدورة، دورة الإعلام الشامل؟ المحاور كانت خمس محاور رئيسية. نعم. اللي هو تعزيز الإعلام والمقابلات الإعلامية، القانون والإعلام، الاتيكيت والبروتوكول، وآخر شيء التصوير. نعم. يعني أستاذة، شو أثر هذه الدورات برأيك على المدربين، وكيف لامستم التغير خلنا نقول قبل وبعد هذه الدورات؟ هي كبناء على الاستبيان اللي نحن مسوينه، كان في قبل وبعد استبيان، قبل الدورة وبعد الدورة. الحمد لله لاحظنا أن وايد في معلومات ما كانوا يعرفونها، أو قوانين، فمثلا محور القوانين ما كانوا يعرفونها، فالإتيكيت، وقفة الشخص نفسه، كيف يتواصل مع الناس، ففي أمور كانت وملاحظات تم كتابها عبر المتدربين كانت إيجابية، بأن ما كانوا يعرفونه وزادت لهم هاي المعلومات، فهالشيء وايد إيجابي. إنزين، الدورات اللي تسوونها في المركز، هل تشترطون أن الطالب يكون خريج إعلام أو طالب في الإعلام، أو أنه مبشر؟ لا، بالعكس، مش شرط. يمكن أي شخص حاب أو له ميول في الإعلام نحن ندربه. نعم. رائع. إذا عنده يمتلك موهبة و... نعم. نعم. بالنسبة أيضا للتدريب العملي المقدم للمدربين، طبعا يمكن النظري يختلف أكيد عن العملي، هل الدورات التدريبية هذه وفرت الشيئين؟ هي الحمد لله وفرت الشيئين، من ناحية المحور الاتيكيت.
تم تدريبهم العملي من ناحية التصوير بعد. نعم. كان تدريب عملي. كان في تجارب عملية. في تجارب عملية الحمد لله في للحين النتائج قامت تظهر. رائع جدا. بالنسبة للتعليم والتطوير الذاتي هل يغني عن الدورات ولا لا؟ طبعا ما يغني. الدورات هي دورات كزيادة معلومات أو أن صقل مهارات تكون للشخص نفسه. فالدورات التدريبية من وجهة نظري أنها ما تغني عن ال. نعم. عن الدورات عن التطوير الذاتي. التطوير الذاتي نعم. نفسه. بين فترة وفترة ما شاء الله نحن نسمع عن مركزكم يقيم دورات معينة. شو هي سلسلة هذه الدورات القادمة إن شاء الله التي ستعرض للمتدربين والمشاركين؟ الحمد لله عندنا دورات في عدة مجالات، عندنا دورات إدارية، عندنا دورات في التكنولوجيا، عندنا دورات في التطوع إن شاء الله التطوع راح يكون هالأسبوع إن شاء الله، عقب عندنا دورات في لغة الإشارة. جميل. فمتنوعين في كذا على حسب الشخص وميوله أو إنه يجينا اقتراح من شخص إن أنا حاب أحضر هاي الدورة، فنحن نحاول إن نسوي له الدورة بأقل التكاليف. شو الامتيازات اللي حصل عليها هذيل المتدربين؟ هل في شهادات أو شهايد أو رخص خلونا نقول؟ هي في شهايد كرمتهم سعادة المهندس عز سليمان في نهاية الدورة. كامتيازات بعد تمت إضافتنا لغة الإشارة للمتدربين نفسها إن شاء الله راح تطرح خلال شهر، فإن شاء الله اللي كانوا منتسبين لنا في الدورة بيردون يدخلون هالدورة مجانا إن شاء الله. لا شك أن بعد هذه الدورات طبعا تكون فرق عمل، ربما فرق عمل تطوعية، فرق عمل تساهم في الفعاليات التي تقام على مستوى الإمارة. فكيف تعملون أنتم أيضا على تهيئة هذا المتدربين للخوض في هذه المجالات، مجالات التطوع، مجالات مثلا المراكز الإعلامية التطوعية في الإمارة وفي هذا الجانب بشكل عام؟ نحن كشبكة رؤية الإمارات الإعلامية نرحب كأي شخص حاب أنه يصقل هالمهارات يدخل ويانا ندربة ميداني، يكون ويانا في كل المجالات على أساس أنه يصقل مهاراته أكثر. نعم. أيضا أنتم بالمناسبة ما شاء الله لكم أدوار تطوعية كثيرة. هي الحمد لله عندنا فريق سفراء السعادة. نعم. تابع للشبكة، وعندنا فريق فرسان السعادة اللي هم للصغار. جميل. هل في أعمار تقبلونها وأعمار لا، ولا أن الجميع من يعرف نفسه أنه إعلامي أو مذيع أن تقبلونه في هذه الدورة؟ لا بالعكس، كل ما كان أنه حاب الشغلة نحن بالعكس نطورها أكثر، حتى لو كان بعيد عن المجال لأن هاي الفئة المستهدفة. صح. بشكل عام بالنسبة للتنوع اللي تقدمونه، يعني ما شاء الله أنتم عندكم تنوع في مجال الإعلام، مجال التطوع، أيضا مجالات أخرى، هذه التوليفة إلى ماذا تهدفون من خلالها؟ نهدف لأن نوصل لرؤية الإمارات، أن نواكب هالرؤية. نعم. لو بشيء بسيط، بس أن يعني نبدأ نكون جزء بسيط من رؤية الإمارات. جميل. اللي راح إن شاء الله 2021 رؤيتكم المستقبلية؟ رؤيتنا المستقبلية إن شاء الله راح يكون في التطوير ودعم دعم الشخص نفسه ودعم الجهات الحكومية، كوننا نحن حين التوجه حين إعلام إن شاء الله. بإذن الله تعالى. شكرا لك الأستاذة مريم الشامسي، مدير مركز الرؤية للتدريب والاستشارات الإعلامية في شبكة رؤية الإمارات الإعلامية. شكرا جزيلا لك. شكرا. يعطيك العافية. شكرا. مستمرين معكم مشاهدين الكرام، ولكن نطلع لهذا الفاصل الصغير وبعدها راجعين، خلكم معنا. جديد مشاهدين في برنامج 7 على 7، والحين نروح لوزارة الموارد البشرية، واللي وقعت وزارة الموارد البشرية والتوطين 9 مذكرات تفاهم مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة، وذلك خلال حفل نظم مؤخرا في ديوان الوزارة في دبي بحضور معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين، وتوفر مبادرة أبشر أكثر من 800 عرض. للمزيد من التفاصيل نرحب بالأستاذ محمد الحكيم مدير إدارة مبادرة أبشر. أهلا وسهلا فيك. مرحبا فيك. حياك الله، سعيدين جدا بوجودك. الله يحبك. بداية نود التعرف معاكم على المشاهدين عن نبذة عن مبادرة أبشر والهدف منها. يا طويل العمر، مبادرة أبشر بدأت في سنة 2012 كونها كمبادرة صاحب سمو رئيس الدولة الله يحفظه في شهر 12،
ويوم بدأت مبادرتها في 2012 كان وراء المبادرة أن توظيف المواطنين في القطاع الخاص، تدريبهم، وبعد الامتيازات اللي هي الحوافز اللي اليوم مع المبادرة. فطبعا في 2019 وصلنا حققنا نتائج جميلة على الاستراتيجيات لسنة 2000 الوطنية 2021. اليوم هدفنا في خلال هالمجال السنتين أن نسوي فوكس زيادة على البرنامج الحوافز، ونزيد حق المواطنين البنفتس أن يحصلون من البرنامج. أستاذ محمد، خبرنا عن الجهات المشاركة في هذه المبادرة. والله اليوم عندنا جهات من في كل قطاع، من قطاع التجزئة، من قطاع التعليم، من قطاع الحكومية، من قطاع السفر السياحة، فيعني تجريب 800 عرض. فأنا دائما أقول ادخلوا في تطبيق عشان تشوفون شو الامتيازات اللي موجودة. نعم، نتعرف عليها عن قرب أكثر إن شاء الله. أيضا من هم المستفيدين المباشرين من مبادرة أبشر؟ والله المستفيدين اليوم هم المواطنين اللي أول شيء في القطاع الخاص، ثانيا المواطنين في شبه حكومي، وثالثا المواطنين اللي في المناطق الحرة اللي يشتغلون اليوم، فهم اللي المستفيدين أكثر شيء في من تطبيق أبشر أو من مبادرة أبشر. استحقاق العضوية في أبشر شو هي شروطها؟ والله شروط هي يكون عندك أو عندكم المواطن لازم يكون عنده عقد عمل مسجل، واليوم السيب سيستم كله مرتبط، فمن المواطن اللي يشتغل في القطاع الخاص أو شبه حكومي أو في مناطق الحرة بيكون عنده الأكسسبيليتي من يدخل في التطبيق وينزل التطبيق، من بطاقة الهوية خلاص ينفعل عنده التطبيق عنده أو الديسكاونت الخصومات. نعم، كم مدة العضوية وهل يتم تجديدها أيضا؟ كل ما تتجدد العقد، العقد هي 3 سنوات، فكل ما تتجدد العقد كل 3 سنوات تتجدد العضوية معه أوتوماتيكيا. خبرنا عن استخدام البطاقة من قبل أفراد العائلة، العائلة الواحدة، يعني هل نقدر شخص من العائلة يقدر أن يستخدمها عدة مرات ولا لا؟ والله العضوية. حاليا العضوية للشخص اللي حامل البطاقة، بس نحن اقترحنا وإن شاء الله على الأيام والأسابيع الجاية بيكون عندنا رد، لأن نبان نستهدف بعد العوائل. نستضيفك المرة الجاية أستاذ محمد علشان خبرنا أكثر عن هذا الموضوع، عن بطاقة العائلة هل يقدرون يستخدمونها أو لا. أكيد، يعني أكيد كل شخص الحين يتساءلنا كيف ممكن أعرف عن العروض اللي تصير، لأن عادة وتصير هذه إنه تصير عروض وتخلص وما حد يعرف عنها. نحن اليوم شيء حلو في 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 تطبيق أبشر، والتطبيق متواجد في الأبل ستور وفي الأندرويد ستور. نحن أول برنامج حوافز من الجهة الحكومية يكون عندنا تطبيق، فاليوم المواطن فرضا بس ينزل التطبيق يسجل وأوتوماتيكلي يطلع له العضوية، ومن يطلع له العضوية يقدر يشوف العروضات، والعروضات اللي عندنا سنة. في عندنا نوعين من العروضات، عندنا عروضات اللي هي ليميتد تايم اللي يكمل شهر شهرين، وفي العروض اللي نحن اليوم موقعين مثل ما طرحته قبل شوي، وقعنا مع 9 جهات، فيعني مثل فنادق ماريوت وقعنا وياهم حوالي 7000 فندق عالميا، فنادق انتركونتيننتال 5000 فندق عالميا، طيران امارات، شركه سامسونج، نحن اظني اول جهه حكوميه في الدوله أن نوقع وياهم كبرنامج حوافز أن يبيعون المنتجات الإلكترونية على الكوست برايس. كل شيء متواجد اليوم على التطبيق، سواء عليهم بس أن يدخلون ويشوفون شو الموجود. كيف يقدر المواطن العامل في القطاع الخاص التسجيل في هذا البرنامج؟ نزلون التطبيق بلون الأحمر، حطون رقم الهوية، تاريخ الميلاد، بس بكل سهولة. بس هذه اليوم نحن الحمد لله توجيهات صاحب السمو رئيس الدولة ونائب رئيس الدولة، وصلنا في التكنولوجيا وكل شيء قام يستوي أسهل وأسهل علينا وايد أشياء. قبل كنا ناخذ إجازة ساعية أو شيء علشان أنا نقدر نسير لمكان أو هيئة حكومية، ولكن الآن عن طريق الموبايل كل شيء كل شيء. واليوم نحن بعد كنا كمبادرة صاحب السمو رئيس الدولة كمبادرة أبشر، نحن أول برنامج حوافز إنه بدينا مع الحكومات المحلية. اليوم فرضا المواطن يبى يفتح تجارة أو يبى يعرف شيء عن دار الاقتصادية في دبي، أو يبى شيء من مؤسسة زايد الأسكان، عندنا عروضات من هاي، هي العروضات موجودة من سنة 2012 اللي كانت مع
الهيئة الاتحادية للكهرباء والمياه وهيئة زايد الإسكان، مؤسسة زايد الإسكان اللي رواتبهم قل عن 15,000، أن تكلفة الصيانة يكون فور فري عليهم، بس أن يتواصلون معنا كإدارة أبشر ونحن نخلص الإجراءات، والكهرباء توصل يكون مجانا. فهاي المبادرة بدأت في 2012، من هناك بغينا نزيد، فبدينا مع الجهات المحلية في دبي، ووايد كانوا يعني مفتوحين ويانا ويوم دخلنا وياهم على الخط وعطونا عروض. يعني أول 500 شخص اللي يبغى يفتح تجارة في دبي أو يدخل في الـ في, الـ في نظام الإي كوميرس، أن أول 500 له 70% أكثر من 70% خصم. نفس الشيء دخلنا مع غرفة التجارة وصناعة دبي اللي حاب يتدرب يتعلم عن التجارة، يعني فتحنا لهم خط الحين أنه ما يحتاج أنهم يطلعون من المكاتب. جميل. كل شيء ثرو ذا أب. الحمد لله. ويوصلهم كل شيء ثرو ذا أب بعد. جميل. الإيميل شيء زين، أن الإيميل طلع. اليوم خلال ثانيتين يوصل لك. صحيح. فمنهم يطرشونا، نحن نحاول نخلص الانكويريز خلال يوم واحد. نعم. نعم. ما هي الطرق الأخرى التي يعني وضعتموها في عين الاعتبار للوصول إلى العميل بشكل مباشر؟ يعني والله الابليكيشن موجود، الابليكيشن موجود، هناك طرق أخرى أيضا إعلامية. والله نحن اليوم عندنا الانستغرام سوشيال ميديا مهري أندرسكور توطين، الاس ام اس سيرفيسز، فهي اللي نحن كيف نحن نتواصل وياهم ونوصل المسج اللي نبغى نوصل عليهم. جميل جدا. خبرنا عن آلية تسجيل الشركات اللي ترغب بتقديم امتيازات وخصومات. والله في طريقتين. نعم. أول طريقة هي دخول على الموقع abshar.muhri.gov.ae، والثاني طريقة إنه يتواصلون معنا كإدارة أبشر ونفهم مباشر، يعني مباشرة نتواصل معهم نفهم المنتج اللي عندهم ونشوف شو قادرين إنه يوفرون. دائما نحن بعد الحين فتحنا بعد الخط ويا الاسميز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ودعم المواطنين اللي اليوم موجودين في السوق وتجارة المواطنين. آخر اليوم عيال البلاد دائما نقول لهم الأوليون ونحب نساعدهم في الأمور. نعم. يمكن مثل هذه البطاقات، في بطاقات شبيهة لها، ولكن أنتم تتميزون ب يعني نقاط كثيرة، هل بالإمكان نستعرض بعض النقاط التي تتميز بها هذه البطاقة؟ والله شوف، اليوم مثل ما قلت احنا اول جهه نفتح الخط مع المؤسسات الحكوميه، فاليوم المواطن اللي يشتغل في القطاع الخاص في شبه حكومي او في المناطق الحره اوتوماتيكلي يطلع له الديسكاونتس ويا الجهات الحكوميه اللي احنا موقعين وياهم، فهذا اول شيء موجود. ثانيا شركه سامسونج، المبادره اللي احنا دخلنا وقعنا وياهم هي اول مبادره كحوافز، بس بيكون في أمور ثانية إن شاء الله اللي إحنا بنعلن عنها. فنادق الجميرة، ماريوت، إنتركونتيننتال، فهاي لهم العروضات اللي هم معطينا مميزة خاصة فيكم أنتم، مميزة خاصة لهذه المبادرة، مبادرة أبشر. نعم. واليوم دائما أقول إحنا يعني كمبادرة هي مبادرة رئيس الدولة. نعم. فدائما نحاب نكون الأولية في نحن البنات، يهمنا أهم شيء هو موضوع الشوبينج في على المحلات شوية والله مع شركة The Modest اللي هو أونلاين. نعم. اللي اليوم أظن البنات وايد يحبون يدخلون. صحيح. فيه، فعندنا على التطبيق ابلكيشن دايركتلي الخصم موجود، ويدخلون على اللينك ويشترون اللي يبون ويوصلهم لين باب البيت مثل ما يقولون. مبادرة أبشر، كيف يدكم الفكرة والاسم؟ أحس الاسم له دور وايد كبير في وصول المعلومة أو هدف من البطاقة هذه. الفكرة هي بدت معالي ناصر الهاملي. نعم. والاسم يعني موجود من 2012. نعم. موجود، يعني الفكرة من زمان. والفكرة موجودة من زمان، واسم أبشر موجود فعلاً. من بيننا. لكن جميل الأسماء المبادرات، يعني أبشر وتم، فتحس إنه جميل. صحيح. جداً إنه هو دائماً نقول نبشر بالخير. بالخير إن شاء الله. فإن شاء الله. الله يحفظك. كل بشارة يعني إن شاء الله. بإذن الله كل خير. نحن سعيدين جدا بهذا اللقاء. شكراً. والله يبشرك بالخير والسلام. آمين. الله. شكراً لك الأستاذ محمد. شكراً. الحكيم، مدير إدارة مبادرة أبشر. طبعاً سعدنا بهذا اللقاء معك. يعطيك العافية.
والآن بننتقل أكيد لموضوع آخر وإلى ختام مبادرة سفراء الفلك والفضاء. وكان طبعا كانت هذه المبادرة في أو هذا الحدث في يوم الخميس الماضي تحت تنظيم مجلس الشارقة للتعليم بالتعاون مع أكاديمية الشارقة لعلوم الفلك والفضاء. وينقسم البرنامج هذا لمعسكرين داخل الدولة وذلك في أكاديمية الشارقة لعلوم التكنولوجيا والفضاء والفلك في الفترة ما بين 7 وحتى 18 يوليو خارج الدولة في مركز يوري غاغاريان لتدريب رواد الفضاء في روسيا في الفترة ما بين 22 يوليو حتى 2 أغسطس. خلونا نشوف هذا التقرير ويا بعض. هذا البرنامج مميز واخترنا 20 طالب مميز بالإضافة إلى 5 طلاب احتياط. الفريد في هذا البرنامج من نوعه أنه بيكون أول دفعة طلاب يزورون لمركز يوري غاغارين في روسيا. البرنامج قسم على 3 مراحل. المرحلة الأولى كان في أكاديمية الشارقة تتضمن محاضرات علمية، أما في الأسبوع الثاني اللي هو هذا الأسبوع كان بالتعاون مع هيئة الطيران المدني وعملنا برنامج علمي متكامل وورش علمية متخصصة. هذه الورش استفاد منها الطلاب مثل ورشة صناعة الطائرات، ورشة المهندسين، ورشة الملاحة الجوية وغيرها من الورش. وأيضا في ورشة عملناها تزامنا مع عام التسامح بعنوان ورشة التسامح. طبعا تهدف هذه الورش إلى تعزيز وتنمية الطلاب، أولا تنميتهم علميا وأيضا في الجانب التربوي أيضا. وإضافة لذلك بعد ما يخلص اليوم عندنا حفل الختام داخل الدولة وهو ختام هيئة الطيران المدني، بعد ذلك إن شاء الله في الأسبوع القادم بتاريخ 22/7 سيلتحق الطلاب إلى مركز يوري غاغارين في روسيا وبالتحديد في مدينة ستار سيتي. برنامج سفراء الفضاء والفلك التابع لمجلس الشارقة للتعليم بدأ بالمعسكر الداخلي في دولة الإمارات من تاريخ 7/7 إلى 18/7 اللي هو اليوم. الأسبوع الأول كان عبارة حضور ورشات مع أكاديمية الشارقة لعلوم الفضاء وتكنولوجيا الفلك، وبشكل عام خذنا حصتين يوميا تتكلم عن علوم الفضاء والفلك، تعرفنا أكثر لنكون جاهزين للمحتوى في الابتعاث الخارجي. والأسبوع الثاني شاركنا في برنامج براعم الطيران التابع للهيئة العامة للطيران المدني، تعرفنا كيف يتم صناعة الطيارات، هندسة الطيارات، الملاحة الجوية، كيف هاي عواملها تأثر وكيف لهم هم علاقة في علوم الفضاء والفلك. وإن شاء الله الأسبوع الجاي راح نبتعث في روسيا موسكو وبالتحديد مركز يوري غاغارين لعلوم الفضاء والفلك، ونحن صراحة محظوظين جدا أننا بنتعلم محتوى متقدم أكثر في علوم الفضاء والفلك، وبنقابل إن شاء الله هزاع المنصوري وسلطان النيادي اللي هم رواد الفضاء الإماراتيين في مهمتهم لزيارة محطة الفضاء الدولية تاريخ 25 سبتمبر. أول أسبوع لنا في برنامج سفراء الفلك والفضاء تعلمنا عن مواضيع تخص الفضاء وكيف الشخص إذا يستوي رائد فضاء. طبعا وبعد هذا الأسبوع من البرنامج راح نروح رحلة إلى روسيا إلى مركز تدريب رواد الفضاء اللي هو مركز يوري غاغارين. طبعا هذا المركز هو مختص فقط في تدريب رواد الفضاء. طبعا إن شاء الله أني أنا أطمح أستوي رائد فضاء إن شاء الله في المستقبل وأمثل دولة الإمارات العربية المتحدة إن شاء الله. ودائما أنصح يعني الشباب اللي حاب يدخل مجال الفضاء دائما يشد حيله ويبذل كل مجهود عشان يمثل دولة الإمارات العربية المتحدة خارج الدولة. مكملين معكم مشاهدينا الكرام، ونروح الآن طبعا لبلدية مدينة أبوظبي تنجز معاملات من خلال نظام مبس وسمارت هاب من خلال إدارة التصنيف وقيد المهن في قطاع تخطيط المدن. للمزيد عن هذا الموضوع يعني الحين عبر الهاتف الأستاذ السيد إبراهيم الهاشمي مدير إدارة التصنيف وقيد المهن في بلدية مدينة أبوظبي. هلا ومرحب فيك. الله يمسيكم بالنور. مساك الله بالنور. ورود. خبرنا أستاذ عن المعاملات اللي تم إنجازها من خلال نظام سمارت هاب وأيضا مابس. نعم، أنجزت بلدية مدينة أبوظبي من خلال إدارة التصنيف وقيد المهن أكثر من 2253 معاملة تصنيف شركات المقاولات ومكاتب الاستجابة الهندسية عبر نظام مابس، بالإضافة إلى تسجيل 2684 معاملة قيد مهندسين عبر نظام سمارت هاب الذكي.
حاليا لدينا 9 خدمات مفعلة تخص نظام قيد المهندسين، بما فيها خدمات تسجيل المهندس أول مرة ورد على الاستفسارات والملاحظات والتعديل على سجل البيانات الخاصة بالمهندس، وأيضا قيد مهندس لفترة مؤقتة. أما بخصوص أنظمة تصنيف المكاتب الهندسية وشركات المقاولات، فلدينا 12 خدمة رئيسية وتتضمن خدمات تصنيف أول مرة والتعديل والتجديد، بالإضافة إلى تسجيل مكتب طرف ثالث للتدقيق على المشاريع الإنشائية، وأيضا تسجيل مكتب الرأي للتحكيم الهندسي. نعم. سيد إبراهيم، ما هي نسبة الإنجازات التي حققتها إدارة التصنيف وقيد المهن في الخطة التحسينية لخدمات قيد المهندسين حتى طبعا هذا التاريخ؟ نعم، بالتنسيق مع الإدارات المعنية في بلدية مدينة أبوظبي، تم قياس مؤشر KPI الخاص بكل خدمة من خدمات قيد المهندسين للمعاملات، طبعا المعاملات الواقعة خارج المستهدف، حيث تمت دراسة الخدمات وتحليلها ووضع خطة تحسينية للإجراءات وأوامر العمل من خلال النماذج المخصصة. وقد حققت الإدارة نسبة 100% في إنجاز الخطة التحسينية لخدمات قيد المهندسين المقدمة للجمهور. نعم، أستاذ إبراهيم، خبرنا عن الورش اللي أقيمت للموظفين لقياس فعالية الخدمات المقدمة للجمهور من قبل البلدية. نعم، في إطار اهتمام بلدية مدينة أبوظبي بخدمة المتعاملين والتأكد من توفير خدمات رقمية مرنة ومناسبة للجمهور، تم عقد 5 ورش عمل لاختبار قبول مستخدمي النظام لموظفي إدارة التصنيف وقيد المهن بهدف قياس فعالية الخدمات المقدمة للجمهور طبعا قبل إطلاق كل خدمة، وتم اختبار ومراجعة جميع الإجراءات الخاصة بكل خدمة بهدف تلبية متطلبات المواصفات المعيارية. نعم. طبعا ما هي المخرجات أو مخرجات الورش التي طبعا أقيمت لاختبار قبول مستخدمي النظام الموظفي الإدارة؟ اختبار قبول مستخدمي النظام اللي هو User Acceptance Testing هو عملية الحصول على تأكيد بأن النظام الإلكتروني يلبي المتطلبات المتفق عليها بالتبادل فيما بين الأطراف. ومن خلال الورشة تم رصد المقترحات والملاحظات الواردة من موظفي الإدارة لتطوير الخدمات بما يضمن سهولة وسلاسة الاستخدام ويشجع الجمهور على استخدام الخدمات الذكية. والنتائج الحاصلة من ورش العمل للموظفي الإدارة كانت ولله الحمد إيجابية، إذا تم الإطلاع على جميع المراحل التفصيلية لكل خدمة والتأكد من جودتها وجاهزيتها قبل الإطلاق. خبرنا عن إطلاق مبادرة قيد جميع مهندسي بلدية مدينة أبوظبي في نظام قيد المهندسين. نعم، تم إطلاق مبادرة لقيد جميع مهندسي بلدية مدينة أبوظبي. نعم. في نظام قيد المهندسين الجديد، بحيث تم تخصيص يوم مفتوح للتسجيل في نظام قيد المهندسين، وتم حث الكادر الهندسي في البلدية للحصول على بطاقة قيد المهندسين من خلال نظام سمارت هاب. أيضا تم عقد ورشتين عمل توعوية في بلدية مدينة العين وبلدية منطقة الظفرة من خلال إدارة التصنيف وقيد المهن لتوعية المهندسين العاملين بمتطلبات نظام قيد المهندسين. بالإضافة إلى ذلك، أطلقت بلدية مدينة أبوظبي حملتها التوعوية للمهندسين العاملين في إمارة أبوظبي بأنظمة التصنيف والقيد الجديدة بمختلف وسائل التواصل، منها رسائل نصية القصيرة والبريد الإلكتروني بشكل دوري. نعم. سيد إبراهيم، دعنا نعرج على تفاصيل أنظمة التصنيف وأيضا القيد الجديدة في بلدية أبوظبي. نعم، تم إصدار نظام وتعليمات أنظمة التصنيف وقيد الجديدة بموجب القرارات الإدارية لسنة 2018 من قبل معالي رئيس إدارة تخصيص العمران والبلديات. طبعا هذا صار بالتعاون مع المعنيين في القطاعين العام والخاص من خلال عقد ورش عمل والاطلاع على أفضل الممارسات المهنية في هذا المجال، بما يضمن رفع مستوى الجودة في التصميم والإشراف على تنفيذ المباني. بالإضافة إلى ذلك، يتم التركيز من خلال الأنظمة والتعليمات على منظومة مزاولة المهن الهندسية على مجموعة من المعايير والاشتراطات المهنية لتنظيم ممارسة المهنة الهندسية في الإمارة. أيضا يهدف النظام هذا إلى التأكد من كفاءة المهندسين وبناء المهارات المهنية التخصصية، بالإضافة إلى توافق عدد الكوادر الفنية والعمالة مع مساحة المشاريع المقاولات لتشييد المباني. أستاذ إبراهيم الهاشمي، مدير إدارة التصنيف وقيد المهن في بلدية مدينة أبوظبي، شكرا لمداخلتك والمعلومات اللي زودتنا فيها. شكرا. شكرا لك. مشاهدينا، فاصل ورادين لبرنامج 7 على 7، خلكم ويانا.
حياكم الله مشاهدينا من بعد هذا الفاصل، ونروح الآن لموضوع جدا مهم مع طبعا انتشار مواقع التواصل الاجتماعي وانتشار الهواتف الإلكترونية في يد الصغار والكبار. أكيد اليوم صارت هناك تهديدات كثيرة، وتختلف التهديدات الإلكترونية من حيث أشكالها ومصادرها ودرجة خطورتها وما هي الأضرار المترتبة عليها وكيف يمكن أن نسيطر عليها والحد طبعا منها. الإجابة على هذه التساؤلات اسمحوا لنا بأن نرحب بالأستاذ محمد كمال المدور، مدرب معتمد من مايكروسوفت. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك، السلام عليكم. أهلا ومرحبا فيك أستاذ محمد، صحتكم؟ حياك الله، سعيدين جدا بوجودك. الله يحفظك. خبرنا عن الفضاء السبراني. أول شيء إذا بدنا نحكي عن التعريف عن الأمن السبراني اللي هو نعم. بالإنجليزي السايبر سيكوريتي، أو حتى بنقول له كمان اي تي سيكوريتي أو كمبيوتر سيكوريتي، هو هذا المصطلح مؤلف من كلمتين، الأمن والسبراني. لما نقول كلمة الأمن هو لأي شيء، يعني حتى أنا البيت اللي إلي بده أمن، الشركة اللي إلي بده أمن، الشخص نفسه يمكن بده أمن. لما نقول سيبراني يعني كل شيء على الإنترنت. فلما نقول الأمن السيبراني يعني نحن عم نحكي فرع معين من الأمن بشكل عام، ولكن مختص بالإنترنت. صح، مختص بالإنترنت وكل شيء على شبكات التواصل الاجتماعي والسيرفرز وهالأمور هيدي. فلأنه نحن هلأ كل ديفايس، كل قطعة موصولة على الإنترنت لازم نحميها لأنه معرضة للاختراق. فهذا بكل بساطة هذا المصطلح اللي قاله. هذا هو تعريف الفضاء السيبراني. طبعا بدأنا نفقد السيطرة يعني شيئا فشيئا على الترابط الإلكتروني، وأيضا لم يسبق له مثيل، وهذا الترابط أيضا يعني دخول الحياة الإلكترونية على حياتنا أيضا أثرت علينا وأثرت على سلوكياتنا. كيف يتم أو ما هي الطريقة المثلى للسيطرة على هذا المجتمعين، المجتمع الحقيقي والمجتمع الإلكتروني؟ شوف، يعني أيام قبل كنا الكمبيوتر عنا لأنه ما كان كونكتد على الإنترنت فكنا عايشين بأمان. مجرد ما نحن وصلنا الكمبيوتر أو التليفون بالإنترنت فهون نحن صرنا معرضين للخطر. فمثل أنت هلأ أي مول بيكون عندك مثلا فتح جديد بصير بيكثر الأشخاص عليه، فهون نحن وظيفتنا أنه نحميه ونكثر الأمن فيه. فنحن كيف بدنا نقدر نحمي حالنا؟ في طبعا طرق هلأ حنحكي عليهم خلال الحلقة كيف نقدر نحمي حالنا من هذا الموضوع ونقدر نتعرض لهول الأشخاص اللي عم بيحاولوا يخترقونا. إنزين أستاذ محمد، شو هو أمن المعلومات؟ هي نفس فكرة الأمن السيبراني والآي تي سيكوريتي. شو الفرق بكون من بينهم؟ صحيح، المصطلحات تقريبا نفسها. لما أقول أمن المعلومات نحن هلأ بعصر البيك ديتا عم نسمع، فهلأ التسلح الحقيقي هو بالديتا. كل حدا بجمع ديتا أكتر هو بيكون أقوى. وهلأ نحن شفنا مؤخرا شركة فيسبوك عملت التحدي أنه من 10 سنين كيف كان شكلنا. كل عالم نزلت صور. صحيح. فهذا كله جمعوا بيانات. هلأ أبليكيشن الفيس أب اللي من كم يوم شفنا، هذه مو بإشاعة؟ أنا حسبتها إشاعة أن تجميع البيانات والاختراق. لا لا، بالعكس هذا الشيء صح، لأنه هو هذا كله بيعتمد على الذكاء الاصطناعي. فنحن كل ما نقدر نجمع بيانات أكثر كل ما هالذكاء الاصطناعي والماشين ليرنينج المكنة بتصير بتتعلم بشكل أفضل. هلأ الابليكيشن الفيس أب اللي طلعت من كم يوم شفنا كل العالم شكلهم خطيرة على على السوشيال ميديا، فهو اللي قدروا يجمعوا بيانات بشكل هائل كله ليحسنوا. الحمد لله ما جربتها. أنت جربتها علي؟ لا أنا ما جربت. أنا جربتها صراحة، لأنه أنا مطمن يعني فأرادي بعرف بهالمجال هيدا وبعرف يمكن أنا بحس عن أنت مسوي أمن سبراني كامل عليك. محصن حالي، هذا هو الفرق. ما في شيء خطير يعني حيروح علي. هذا هو الفرق بينك وبيننا. أيوة. الحمد لله مو بمأمنين. يعني انتشر أيضا في مواقع التواصل الاجتماعي إن هذا الفيس أب يعني ممكن الشخص يتعرض لسرقة بعض الصور موجودة عنده. هل هذا الكلام صحيح ولا؟ شوف، هو يمكن بصير شوي ضغط، لأنه أنت بشكل طبيعي لما أنت تجي كأبليكيشن بدك تجيب صورة من تليفون الشخص إجباري بدك تسمح له للأبليكيشن صح يفوت تشوف الصور. هلأ هون بيجي للمصطلح أنه هل هن عم بيسرقون أو شو عم بيعملوا فيهم، هذا موضوع تاني. فهون ترجع لمطور الأبليكيشن. في ناس كانت تعمل أبليكيشن بالعلن هدفها أنه يمكن تعمل لك شكلك هيك أنه عجوز، ولكن فعليا هن عم بيسرقوا الصور، بس مش معناتها أنه هالأبليكيشن نفسها هي عم بتضر أو عم تعمل هالحركة هيدا. جميل. بعيدا عني، المستخدمين الأكثر عرضة للاختراق منه؟ أي شخص ما بيطلع بعالم السايبر سيكوريتي هو معرض للاختراق. يعني أنا حأعطيكم مثل، انتشرت فترة كتير قصة مثلا يبعثوا رابط، هذا الرابط على الواتساب بيقول لك انه انت ربحت جايزه. هذا الرابط بيكون تماما مثل الروابط تبع مواقع تانية. بتذكر اكثر رابط انتشر تبع طيران الامارات الاميريتس، emirates.com. بس شو الفرق؟ الحرف الاي بالاول مستخدمين اللي هو الكاركتر بالفرنسي اللي هو الاكسان ايجو، يعني عليه هيك خط من فوق.
فهيدي الحركة خلت الأشخاص نفكر أنه هذا نفس الموقع يفوتوا عليه يعبوا بياناته أنه بيطلع لهم جوائز أو تيكتات مجانية. أيضا كان في واحد أيضا وايد انتشر اللي هو أن أرسل هذا المسج لعشرين شخص وبتربح مثل فاوتشر لأحد المراكز التجارية يعني. هذا من ضمن الأشياء. فهذه كلها يعني لأنه يمكن نحن ما بنطلع يعني حتى كمان مثلا مرة صارت معي بيبعت لك شخص بقول لك ربحت مليون درهم وتحول لك المبلغ أنت بالأول حول لك كلفة الحوالي 500 درهم. فأنا شو رديت عليه؟ قلت له مش أنت لي مليون درهم بعت لي مليون إلا 500 درهم خصم منه خليه. لا والله أنا يضرش لي 900,000 راضي. فهيدا يعني فأي شخص ما بيطلع فطبعا حيتعرض لهول الأمور. عموما جميل. بالنسبة أيضا لي يعني المستخدمين أساليب الاختراق اليوم ما شاء الله كل يوم يطلعوا لك بقصة جديدة. صح. فما أنك أنت في الأمن السبراني شو أحدث أساليب الاختراق والنصب والاحتيال؟ ممتاز. هو أنا حقول لك هداك الأسبوع كنت عم بعطي دورة بالأثيكال هاكينج. نعم. اللي هو التهكير الأخلاقي وكيف نستفيد منها بطريقة الأخلاقية تنفيذ الدولة هون ونحمل المواقع وهالأمور. إحدى طرق الاختراق هي اسمها الفيشنج مثلا. الفيشنج من العربي مأخوذ كلمة الاصطياد. الصياد لما بده يصطاد سمكة شو بيعمل؟ بحطلها طعم تيصطادها. فنحن شو بنعمل؟ بنعمل موقع هو تماما مثل الفيسبوك او مثل الانستغرام وبنرسله لشخص وبيكون حتى يمكن الرابط جدا شبيه فوق. صح. انت ما بتنتبه. صح. فانت بتفوت على الرابط بتفكر انه هيدا هو الفيسبوك الحقيقي بتعمل لوج ان بيوصلوا البيانات لعندك. نعم. هيدا مثلا احدى الطرق. في عندك طرق تانية مثلا بتستخدم اللي هي انه في كود صغير بينحط بعد الباسورد. يعني انا مثلا بفوت على موقع مثلا بنك ما عندي الادمن يوزر نيم وباسورد بكتب ادمن فوق بحط اي باسورد عشوائيه وبضيف بعدها كود صغير. اذا هيدا الموقع منه محمي بشكل مزبوط بقدر ادخل مباشره على الموقع وشوف حسابات العالم. هيدا احدى الطرق. وفي كمان مثلا عندك الباسورد كراكينج انه انا بيكون عندي ليست من الباسورد مثلا بخطر على بالي مثلا باسورد مؤلف من مليون كلمه بركبهم باكثر من طريقه وبصير بخلي الكمبيوتر هو تلقائيا يجرب كل هول الباسورد واللي بتزبط بيكون مش الحال وفتت على على فكره الحساب. سمعت مؤخرا ان بيسوون ما في اي شيء في الايميلات في اي مكان ايضا بطاقات البنك ما فيهم اي شيء باسورد بيسوي عن طريق اليد او عن طريق بصمه الوجه ايضا. فهذا شيء وايد جميل انه حساباتنا وايد تكون لانه يمكن سمعته مؤخرا او من شي سنه تقريبا شركه البلاي ستيشن نفسها تعرضت للاختراق وانتشر كل يعني أغلبية الكريدت كاردز العالم تستخدمون تشتري الألعاب أونلاين. نعم. فهذا صحيح. لما يصير مثل ما قلت مروة عنهم فبصير أكيد أكثر في حماية. صحيح الآن. الحمد لله. صغار السن عايشين طبعا في هذه المعمعة الإلكترونية وهم أكثر ناس عرضة في يعني في الهجمات الإلكترونية. كيف نقدر نحميهم وكيف نقدر نثقفهم ونوعيهم أو ما هي الطرق الأخرى لحمايتهم؟ ممتاز. يعني ايام زمان ايام قبل كنا نسمع دائما بمصطلح انه لما كان الكمبيوتر بعده الديسكتوب والشاشه الكبيره كنا نطلب من الاشخاص او الاهالي يطلبوا منا انه نحط الكمبيوتر بمكان عام عشان يشوفونا شو عم نعمل. نعم. هلا يعني صار التليفون مع كل واحد بيناتنا وين ما بيروح بي فهلا صار نحن واجبنا كاهل انه نوعي هول الاولاد ونكون نحن اصدقاء لهم. فعشان هيك انا يعني بستغل هالفرصه بوجه رساله للاهل انه نكون قراب منهم لانه الولد لما عم بيتعرض لاشكاليه إذا عم بخاف يحكي للأهل عم بيضطر يحكي لأصدقائه وصغار هن مثل يمكن ما يعرفوا يوجهوه بالطريقة الصح. فنحن نكون أصدقاء لأولادنا ونسمع لهم ونديرهم بالطريقة الصح. كيف نحن منوعيهم؟ أي شيء مثلا بصير معهم دغري يجوا يخبرونا ما يفزعوا منا. حتى فينا نبلغ الشرطة إذا حدا طلب منا أنه مثلا نرسل له لنقول صور أو شيء ما نرسل أرسلوا لنا رابط ما منعرفه ما نضغط عليه. صحيح. حتى كمان الملفات يعني أنا مثلا حتى بالدورة هداك الأسبوع علمتهم أنه كيف نقدر نعمل فيروس بشكل مخفي. يعني أنا برسل لك ملف PDF بقول لك مثلا هيدا let's say letter أو شيء تفتح أنت PDF بيكون في باس في فيروس مخبى من وراء بفوت بيمحي لك كل شيء على التلفون أو حتى بيسرق لك كل شيء بيانات أنت ما بتحس فيهم. فهول الأمور بس نحن نوعي هول الأولاد وهن يجوا يحكوا لنا فما بيكون في أي شو تعريف VPN؟ VPN هو من اسمه Virtual Private Network. Virtual يعني افتراضي يعني هو منه حقيقي. Private يعني خاص ونتورك هي شبكة. فهي بكل بساطة شو بتعني؟ أنا هلأ إذا عم بعمل Connect عم بتصل بالإنترنت من دولة الإمارات. نعم. فأنا منطقيا حقطع بدولة الإمارات لأطلع لبرا للعالم. نعم. VPN هي بتخليني روح من طريق تاني مش من دولة الإمارات أطلع من بلد تاني. هذه usually مين بيستخدمها؟ بيستخدموها الشركات اللي عندهم بزنس خاص فيهم طيب يكونوا كلهم إذا بدك على الشبكة واحدة إذا هي عندها فروع بأكثر من بلد.
وطبعا في ابلكيشنز للفي بي ان عشان يستخدموها، مثلا يستخدموا تطبيقات مثلا حتى مثل الالعاب، مؤخرا لعبه الببجي او لعبه الكول اوف ديوتي اللي نزلوا على التليفون كانوا هلا مؤقتا جربون بس بدول مثل الهند او استراليا، فنحن كنا بالامارات ما نقدر نلعبهم، فكان في اشخاص مثلا ينزلوا في بي ان يصيروا يفوتوا من دول كانه هن باستراليا ويقدروا يفوتوا ويلعبوا اللعبه. نعم. فهيدي فكره الفي بي ان. نعم. بالنسبه ايضا الفي بي ان، هل يعني ممكن يكون له ضرر مباشرة علينا؟ هلا هو كضرر ما في ضرر، بالعكس، لأنه أنت يمكن عم تحمي حالك، عم تاخد خط خصوصي فيك إذا عندك الشبكة الخاصة فيك، الـ VPN الخاصة فيك. أما إذا عم تنزل تطبيق أنت جاهز من البلاي ستور أكيد ممكن تكون عرضة للخطر. نعم. فهذه يمكن إحدى الإشكاليات اللي نعم. خبرنا عن أنواع وسلامة المواقع. صح. بالنسبة للمواقع مهم جدا دايما نطلع على الرابط من فوق. اول شيء دائما نتاكد انه في شعار القفل اللوك، فهذا اول شيء بيعني انه موقع سكيورد امن. شغله ثانيه يكون في حده كلمه هي HTTPS، لما يكون في كلمه اس يعني سكيور، اذا ما كان في اس بيكون HTTP فقط. فهذا معرض للاختراق. كيف معرض للاختراق؟ وهذا كمان عملناه بالدوره هذيك الاسبوع، في شيء اسمه التنصت على خطوط الانترنت، في برنامج واير شارك هذا انا بنزله بتنصت على المواقع، بصير اي حدا عم بيعمل لوج ان على موقع والموقع هو HTTP بقدر انا اسرق اليوزر نيم والباسورد بصيروا بيوصلوا لعنده. فلما يكون في HTTPS بيكونوا مشفرين، يعني لو حصلت انا عليهم ما بقدر اعرف شو هي هالكلمه، لا اليوزر نيم ولا الباسورد. نعم. طيب كيف ممكن الشخص يعرف انه او في بعض العلامات تبين انه هو مراقب او هو مهكر او في هاكر قاعد مخترق؟ مخترق. هلا شوف، اجت فتره بالنسبه للتليفون كانوا مثلا الواتساب ويب في اشخاص يستخدموه تيفوتوا على حسابات او على الواتساب لشخص ثاني. نعم. فكانوا يشعروا انه هو مثلا التليفون يبطا شوي، او حتى كمان يلاحظوا انه الشخص هو اونلاين ويبند ويفتح صح التليفون، او حتى تلاحظ انه شخص بيكون اونلاين بوقت هو ما يكون فاتح، بيكون حدا صحيح. غيرك فاتح عم بيراقب لك الكونفرزيشن او عم يبعت عنك. نعم. نفس الشيء بالنسبه للكمبيوتر، في عندي برامج بنقدر بننزلهم تهو يتاكد انه ما في حدا عم بيقدر يراقبنا، وعشان هيك دائما بننصح الاشخاص ينزلوا انتي فايروس على الكمبيوتر، دائما الانتي فايروس يكون ابديتد. نعم. استاذ محمد كمال المدور، مدرب معتمد من مايكروسوفت، نورتنا اليوم في برنامج 7 مشكورين كثير، شكرا على الاستضافه. شكرا جزيلا. يعطيك العافيه. والحين مشاهدينا بنروح لاختتام انشطه البرنامج الصيفي ومبادره صيفنا فن بدورته الثانيه اللي نظمتها اكاديميه الفجيره للفنون الجميله على مدار يومين الخميس والجمعه الماضي في مجلس السيجي المجتمعي في الفجيره تحت رعايه سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد اماره الفجيره، وان شاء الله الاسبوع الجاي بيكونون في منطقة حبحب. الحين بنشوف ويا بعض هذا التقرير. وأنا أشوف يعني المبادرة هاي وايد جميلة، يعني غرس الموسيقى والفن في الأطفال، يعني بالنسبة لنا أن مكان يعني نأخذ أماكن بعيدة، هذا توسع للأكاديمية، يعني اكتشاف مواهب يعني في أماكن يعني إحنا نشوفها مغلقة، هذا يدل على أن الطالب يعني يكون عنده ثقة بنفسه، يعني في أنه يكون مدرب، أن يعني بالعكس هالشيء يعني يطور من الطالب بعد. يعني كونه يكون مثلا نقول طالب دور معلم، وشيء يعني مبادرة حلوة يعني منهم. أنا أشكر سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة على إتاحة لنا الفرصة العظيمة هاي أن بتأسيس أكاديمية جميع الأقسام الموسيقية من حيث القانون والعود والباليه وإلى آخره، وجزاها الله خير على المبادرات الطيبة وافتتاح ورش العمل وتمكيننا في تعليم وتأهيل بعض الطلبة الناشئين. وأشكر سعادة علي الحفيتي المدير العام على إتاحة لنا الفرصة، والمدرسين والمجالس في إمارة الفجيرة على تنظيم هذه المبادرة الجميلة.
مشاركتي فيها كانت ورشة في الخط العربي، منها نكتشف الأطفال ومواهبهم، نكتشفها منها المبادرة، ومنها أنهم يستغلوا وقت فراغهم في شيء يفيد مستقبلهم. أشكر صاحب سمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي على مبادرة صيفنا فن، استفدنا من كتابة الخط العربي والفنون. أشكر صاحب السمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي وأكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة على تنظيمهم برنامج صيفنا فن. هذه المسابقة كانت في مجلس السيجي وشاركت في العديد من المسابقات وحصلت على الهدايا المميزة. أنا في مشاركة الصيف في مبادرة الصيف، أنا أحب الرسم والتصوير والموسيقى. اليوم جيت هني عشان صيفنا فن عشان أرسم، وأنا أحب الرسم وفزت مرتين في المركز الأول. بيدي أصنع وأبدع، طبعا كان هذا شعار مشروع اختار ولك الخيار لجمع الأزياء المدرسية القديمة وإعادة تدويرها، طبعا بتنظيم من جمعية جبل حصن للثقافة والتراث والمسرح. وطبعا تضمن هذا المشروع جمع ملابس قديمة في الفترة ما بين طبعا 7 وحتى 16 من يوليو، وبدأت الورشة اليوم وتستمر حتى 23 من يوليو الجاري. بالمزيد في التفاصيل ويانا الحين عبر في الاستوديو الأستاذة وأيضا رائدة الأعمال الأستاذة موزة غانم طويلي، هلا مرحب فيك. يا مرحبا بكم، حياك الله. خبرينا عن مشروع اختار لك والخيار لك. هدفنا في هالمشروع جمع زي مدرسي قديم وإعادة تدويره من خلال عمل ورشة تحت مسمى شعار بيدي أصنع وأبدأ. نعم، حسب شو مسوين هالشيء، حسب استغلال طاقات الإبداعية عند الأطفال في فترة الصيف، إجازة الصيف. رائع جدا، كيف شفت تعامل الأطفال معاكم؟ ردت فعلهم وايد ممتاز، بالعكس أبرزنا في يعني في هالفترة في أطفال عندهم مواهب إن شاء الله راح أطلعهم خلال هالفترة. تعالوا شفتوا يعني حب التطوع، إقبال كبير جدا، ما توقعنا هالأعداد حق الورشة، إقبالهم يبوا يطلعون شيء جديد، مستانسين في رسم، يقصون إعادة تدوير، ياس يطلعون حريتهم، فخليتهم الحرية شو يشتغلون شو يسوون، كانوا مستانسين. رائع جدا. أستاذة موزة، شو الهدف من أن إعادة تدوير الأزياء المدرسية القديمة؟ أنا قصدي أهم شيء عندي أن أباهم يفكرون أن ليش يقطون هالشياء، بإمكانهم يستغلون أشياء مفيدة بدل ما يقطونها في الزبالة أو أي شيء من هالنواحي. بالعكس هي يسوي منها أكسسوارات منزلية، بإمكانكم يسوون أكسسوارات للشعر أو أكسسوارات أي شيء، جاكيت تقدرون تتبرعون فيها الجمعيات الخيرية. نعم، وهذا أيضا يساهم في يعني زرع روح العطاء في الأطفال منذ الصغر ويكبر هذا الشيء معهم. بالفعل في أطفال عندي يتهم فكر، أنا ما قلت لهم، قالوا يقولوني دوم مواز حبيبي ما مواز، يعني أفكار يعني ليهم حرية، أنا ما قيدتكم يقولوني أستاذة أو معلمة، خليتهم ليهم ماما وأي شيء. نعم، معلمة مدرسة، نبي نسوي حصال حق الفقراء. جميل، أنا ما قلت لهم هاي فكرة من عندهم بروحهم. فمستانسين، فقالوا نحن نكتب بنسوي من اللبس الرياضي القديم، فراح ان شاء الله نطلع اشياء منهم، شو يرسمون منها حصالات رسومات، يعني اشياء فيها بصمه ياهل فيها. فمستانسين احنا من ود الجمعيات الخيريه وراح نجمع فيها الاشياء، فوايد ممتاز، يعني حسيت ما توقعت الاقبال الكبير من الاطفال. فتح ايضا باب ابواب خير ثانيه. صحيح، يعني بالعكس وايد يعني مستانس من هالشيء اني سويت شيء، يعني احنا في البدايه حطينا عدد يمكن 30-40، بس نحن وصلنا اكبر من شيء، يعني 60-70، فقلنا لازم يبانا ترتيب وتنسيق اكبر من شيء. نعم، ايضا ما شاء الله اليوم في دوله الامارات العربيه المتحده الحمد لله في توجه لدعم يعني مثل هذه الافكار، العطاء والخير، ونحن ما شاء الله في كل عام تسمى عوامنا بأسماء خيرة ومعطاءة. كيف تتماشين مع هذه الأفكار؟ تتماشين مع رؤية الدولة أيضا؟ هالسنة أنا طرحت عام التسامح، فعرضت فيه مشروع جديد بعد اختاروا لك الخيار بتوفير زي مدرسي بأقل أسعار في السوق.
جميل. فكان إقبال كبير جدا للعدد ما توقعناها بسبة الاستغلال اللي حاصل في بعض المحلات. نعم. فشوفنا إقبال كبير جدا بسبة الزي المدرسي اللي احنا وفرناها بنفس مواصفات الوزارية بأقل أسعار. جميل جدا. تتوقع أنها وصلنا خلال بس أسبوعين 3 أسابيع إلى 300,000 قطعة زي ما مدرسي. ما شاء الله ما شاء الله عليك. بحطهم رقم قياسي. ما شاء الله عليك. والحلو اللي فيه شيء جديد أن نحن نتصل يتصلون فينا في أرقام تواصل يتوصلون نحن نوصل لباب بيتهم نأخذ القياسات. جزاكم الله خير. وناخذ ملابس القديمه ونعطيهم الاستمارات يعبونها. بالعكس يعني كان في تعاون جدا. وفي نفس الوقت يوم نحن نخلص نعطيهم مسج ونوفر لهم الزي لين باب بيتهم. يعني شايفين باب بيتك تبغى ولا لا؟ اكيد يعني شيء اطلب الطلب من باب بيتي ويتيني بطريقه تقديم سعر ايضا صحيح وايد يعني في كل مكان ما شاء الله كل حد يتكلم سعركم وايد حلو. فقبلها كله انا ابينهم الكواليتي ما اتكلم انا كل شيء عملي عندي اشيل لهم الكتالوج الكوتيشن اشيل لهم السمبل ويشوفون. بالعكس قالوا وايد ممتاز قطعتوا اسعارك وايد روعه. وطريقه التقديم بعد بيكون مختلفه شويه مش في الكيسه في بوكس في الوان اولاد والوان بنات رائع. البوكس من برا مكتوب عليه مريونة وصل حافظ للطفل نفسه. البنت بتفتح البوكس بتشوف في مكان مختص حق الاكسسوار مجانا وزلاغ ولبس كحافظ لها لبداية المدرسة. جميل. فوايد مستانسين العيال يتريون بس متى بيوصلنا الزي؟ قلنا أول مرة عيالنا يتريون الزي. نعم. لأن في طريقة التقديم يختلف. صحيح. صحيح أكيد. خبرينا عن ورشة بيدي أصنع بيدي أصنع فأبدع. أبدأ أنا هاي بيدي أصنع. الشيء اللي يصنعونها طبعاً مش مكينة كل شيء بالإيد. يدوي. وأصنع أني أنا أصنع أشياء أفكار توصل لهدف معين. ويبدع في أشياء معينة. عندك مثلاً في بنت قالت لي أنا ما أبى أسوي ورد. قلت شو تبي تسوي؟ قالت لي أنا بأرسم وبعدين أطبع على القماش نفسه. يعني في إبداعات عند أطفال. يعني نحن ما نقول قيد الطفل سوي إكسسوارات. لا نحن نخليهم حرية الاختيار. خذ راحتك. ممكن يطلع بشيء أجمل. أجمل ها بالفعل. يعني عندي واحدة ما شاء الله رسمت رسومات يعني طبيعة وطبعت على القميص التيشيرت السنة اللي طافت. وسوت شيء حلو سوت نفس نظام لوحه قالت ابا بورد الورقه وراح احطيها وشي واهديها لامي وابوي. جميل. يعني كل واحد عنده افكار فنحن مستانسين في اشياء افكار وايد ممتازه. راح في بعض المواهب طاقات واكتشفتوا مواهب مواهب وايد حتى الام كانت ما تعرف تقول ما كنت ادري ان بنتي يعني عندها مواهب بس نحن عباله رسم في مجرد. نعم. بما انك فتحتي يعني سيره الاهل والاسر بشكل عام كيف ردت فعلهم بالتفاصيل نبغى نعرف فرحتهم يعني بأبنائهم وكيف إن شافوا إن عندهم ما شاء الله يعني أفكار وإبداعات. شو اللي طلع معاهم يعني أو شو ردت فعل الأهل بشكل عام؟ تفاعلهم مش طبيعي مستانسين جدا إن عيالهم يسوون أول مرة في شيء ورشة إعادة تدوير من زي مدرسي بالذات مش صندوق أو أي شيء من هالقبيل. بالعكس قالوا زي مدرسي جديد وراح نستغل في أشياء أكسسوارات شيء جديد نحن نبع عيالنا يتعلمون يستفيدون بعد. نعم. فأقبالهم كانوا ما شاء الله مستانسين جدا. دورك كسيدة أعمال في دعم وتوليد الأفكار خلينا نقول عند الأطفال. دوري أحب أنمي المواهب وبأطلع أنا شايفة مواهب إن شاء الله على جدهم راح أطلعهم الأشياء أفضل بإذن الله تعالى. ويستفيد نحن نستفيد في أشياء المجتمع بس بالعكس في مواهب يعني ما توقعت فان شاء الله راح نطلعهم على قدام ان شاء الله. ما شاء الله عليك يعني سادة وزين انت قدوه لكثير من السيدات. ودعينا ايضا شو دورك انت كانسانه اولا وايضا كمواطنه ورائده اعمال تجاه الاعمال الانسانيه والابداعيه التي ربما قد تولد يعني طاقات عند الأطفال وهذه الطاقه راح تكبر وغدا راح تؤثر هذه الطاقه في المجتمع مثل ما نشوفك اليوم الحمد لله مؤثره. أنا أحب بالعكس أشجع كل حد يسوي عمل إنساني. يعني أحب أنمي هالشيء لأن نحن بنات زايد مش غريبة علينا نحن نقدم ونعطي نحن تعلمنا من قادتنا. نعم. الله يحفظهم تعلمنا شيء اسمه العطاء بدون مقابل تعطي تسوي دعم يعني خيري. بالعكس هذا نحن تعلمناه الحمد لله من كنا صغار نحن تعلمنا هالشيء الحمد لله. بالعكس احب انمي عند الاطفال هالشيء يعني ولله الحمد ان شاء الله. خبرينا عن دور الاسر المنتجه في تعليم الاطفال بعد من خلينا نقول الفنون اليدويه لان احس كلهم شيء في اليد يعني كلهم فنون يدويه الرسم الطباعه. خبرينا عن في نفس الوقت انا افكر فكره راح يعني في تداخل من دخلت
أسر منتجة بحيث أنها تستفاد منها الاستفادة والإفادة. نعم. يعلمون الأكسسوارات في نفس الوقت يترزقون يسوون أكسسوارات منزلية راح بيبيعونها بأقل أسعار في السوق. في نفس الوقت هم علموا الأطفال طريقة الأساسيات القص، شو الأشياء اللي أنتوا تسوون الأكسسوارات، ليش ما أنتوا تسوونها بنفسكم وتستخدمونها للمدرسة، وعقب الفينيشينج وهالسوالف نحن نرتبها. والأسر المنتجة بنفس الوقت يعني لها دور إن تسوي أكسسوارات أشياء إبداعات بأقل أسعار عن السوق، فراح بنفس الوقت نحن راح نأخذ هالأشياء ونتبرعها في جمعيات خيرية تابع لأسر المنتجة. هل هناك أفكار مستقبلية مثلاً عمل معرض معين لهؤلاء الأطفال أو الطلاب والطالبات؟ أكيد. لدعمهم ويعني شرح إبداعاتهم أمام الناس؟ أكيد. راح أسوي لهم تاجر صغير من خلال الورشة اللي نحن نعمل إن شاء الله. أبقى أطلع المواهب اللي فيها منهم مواهب متميزة، أبقى أطلعهم وبأنمي فيهم المواهب إن شاء الله خلال هالفترة. ويواجهون المجتمع بإبداعاتهم يعني، ويسمعون الإطراءات الجميلة، وهالشيء حافز لهم. بالعكس الأمهات واجد مستقلة، يعني واحدة تقول ما أعرف إن بنتها تحب تطبع، ما أعرف بنتها تسوي شغلات، يعني بالعكس أنتوا طلعتوا مواهبنا إحنا كنا ما حطينا في بالنا عنها. هي غافلين عنها، بالعكس بإمكانكم تطلعون أفضل من هالشيء يعني، بس يبالها دعم ويعني أشياء اهتمام بسيط، أدوات بسيطة، هي شيء بسيط جدا، الطباعة وقص وشغلات يعني وفي النهاية النتيجة تكون كبيرة. فعلا. شو الأعمار اللي تقبلونها أو في هذه الورش يعني؟ نحن في الورش خذينا من 5 وفوق طالع، ما حددنا بدون تحديد، لا لازم يكونوا الطلاب كلهم طلاب، لا في امهات مشاركين في عندنا في الورشه، هي ما شاء الله يحبون يتعلمون، قالوا خلونا نتعلم الاكسسوارات، ليش نحن بنصير برا بناخذ، علمونا. في وايد امهات مشاركين في الورشه، في امهات اكتشفوا ايضا مواهبهم، هي قالوا يعني بالعكس فيها ضمن هالورشه في فن الاتيكيت. نعم. راح يقدمها الاستاذ عبيد راشد البادي بعد. نعم. فن الاتيكيت، فامهات وايدين يبون شيء اسمه فن الاتيكيت. رائع يعني ما شاء الله، انت جمعت عده اشياء. ايوه ما شاء الله، جمعتوا الإبداع ما شاء الله، والتصاميم والتبرعات والعطاء والإتيكيت، أيضا هو مزيج ما شاء الله. هي عشان ما يكون شيء ممل إن في شيء واحد، نحن سوينا كذا شيء يعني. بالعكس راح نعلمهم فنون الإتيكيت، وايد أمهات حبوا يعني يشاركون في هالدورة الفن الإتيكيت التقديم. هي مجانية ولا رسوم رمزية؟ لا لا هي مجانية. 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 الشخص نفسه حب يقدم يعني، ما تقول عام التسامح، حابين كل شيء، نحن عيال زاي بنات زاي تعطونها كل شيء بهالطريقة. رائع. شو المواضيع اللي بتطرحونها بموضوع فن الإتيكيت؟ والله بشكل نبها مفاجأة، اللي شخص نفسه يقدم راح يخبركم شو طريقة الإتيكيت يعني. إن شاء الله بإذن الله. سعدنا جدا بهذا اللقاء. اكتشفت إنه في بعد إتيكيت لدخول والخروج من المصعد، فهذه كانت صدمة لي الصراحة. اليوم تعرفين هالشيء؟ اكتشفت إنه في إتيكيت لهذا الموضوع. الله يحفظك. نحن سعيدين جدا بهذا اللقاء للسادة وسيدة الأعمال السادة موزة غانم الطويل، شكرا جزيلا لك. يعطيك العافية. شكرا. الله يعافيكم. وختامها مسك اليوم معك. يعطيك العافية. وصلنا الآن للختام، ونتمنى أن مشاهدينا استمتعوا معنا، وإن شاء الله نشوفهم باكر يا مروة. ترينا باكر مشاهدينا في نفس الموعد، في أمان الله. في أمان الله.